واحد منهم. لكن لكن يعني هنقطع الكلام على المنتخب المصري ونروح لواحد من أهم اللاعبين في تاريخ تونس، كابتن راضي الجعيدي اللي موجود حاليا معانا على التليفون. كابتن راضي، السلام عليكم كابتن عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب، وأهلا بيك على قناة النادي بالعمل. الأهلي. عايش كل عام حي بخير، وان شاء الله المتفرجين حي بخير، وان شاء الله مشجعي الاهلي حي بخير ان شاء الله. كابتن رادي، اكيد طبعا حضرتك كنت واحد من نجوم المنتخب التونسي اللي شارك كتير جدا مع المنتخب التونسي على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد الدولي في المونديال، لكن عايز اعرف راي حضرتك في مباراه منتخب انجلترا ومنتخب تونس، وايه سبب عدم تركيز المنتخبات العربية في آخر وقت من المباراة؟ والله هي مشكلة يعني كبيرة بالنسبة لي أنا، هذه مشكلة لازمنا نعالجوها في أسرع وقت. منتخب الكل نبدأ من الآخر، نبدأ بالآخر، هو يعني عدم التركيز. عدم التركيز هذا يجي من حاجة هي ممكن الاولاد يتعبوا في اخر المقابله، يعني بدنيا ما نجموش يتعاملوا مع سرعه المقابله، ويعني قله تركيز بالنسبه لي انا، لانه بحكم اخر الموسم اللاعبين ممكن لعبوا اكثر مقابلات على طول الموسم، يعني في ارهاق ممكن حتى نفسانيا في ارهاق، والضغط النفساني في المقابله كما مقابلات كاس العالم هيش يعني حاجه صغيره. هل حضرتك شايف، طبعا حضرتك لعبت في الدوري الانجليزي وحاليا حضرتك يعني مقيم في انجلترا، لكن عايز اعرف راي حضرتك، هل المنتخب الانجليزي هو المنتخب القوي اللي احنا كنا منتظرين منه المستوى الجيد، ولا سوء التوفيق اللي بيحالف المنتخبات العربيه كان سبب في خساره منتخب تونس 2-1 من المنتخب الانجليزي؟ هو بالنسبة لي أنا ما شفتش المنتخب الإنجليزي اللي يستغروا فيه. المنتخب الإنجليزي ممكن دخل المقابلة بقوة، يعني 15 دقيقة 20 دقيقة الأولى كان فيها خطير وخلق فرص كان ينجم يسجلها ضد المنتخب التونسي، لكن ما سجل إلا فرصة واحدة وخلانا في المقابلة. الحاجة اللي صارت لنا يعني الحاجة الإيجابية اللي صارت للمنتخب التونسي هو رجع في المقابلة وأعطانا الحكم ضربة جزاء اللي هي خلت يعني المعنويات المنتخب التونسي تكون مرتفعه وترجع في المقابل. لكن بالنسبه لي نقطه الاستفهام هي في الشوط الثاني لما المنتخب الانجليزي ضعف في تخريج الكره وكان يعني بطيء في تخريج الكره، وكان حتى اللاعبين المنتخب الانجليزي تعبوا ظاهر، معناتها كان واضح المنتخب الانجليزي ما عادش ينجموا يجلوا. المنتخب التونسي لم يستغل هذه الفرصه، معناتها كنا مندافعوا بون، حتى ولو نحن قبلنا اللي يدافعوا لكن ما نجيوش في 15 دقيقة الأخرانية ونعطيه يعني، ولا حتى أكثر من 15 دقيقة الأخرانية، يعني 5 دقائق الأخرانية نعطيه هدف اللي هو قتل الأمال بالنسبة لي أنا العرب الكل، وثالثة خاصة لأنه كانت المقابلة كانت نجم توصل إلى توفى 1-1 وتكون نتيجة إيجابية، وإذا فكرنا في نفس السيناريو نتاع المغرب والسيناريو نتاع بالطبع مصر طبعا يعني المشكل لازم حله. يعني كابتن رادي، عايز اسال حضرتك، هل شايف فرص تونس بعد طبعا تفريطه في نقطه مهمه جدا لسه مستمره امام بلجيكا وبنما، وهل هو قادر على صعوده لدور 16؟ بالنسبه لي كانت عندنا فرصه، يعني نقطه من مقابله الجزيره كانت نجم تعطينا يعني فرصه ترشح، لكن توا صعبة شوية لأنه بلجيكا عنده 3 نقاط، إنجلترا عنده 3 نقاط، نلعبوا ضد منتخب بلجيكي ممكن أقوى من المنتخب الإنجليزي، شفناه تفرجنا فيه اليوم خسرنا الشوط الثاني مظبوط ضد بنما، وشفنا العناصر يعني البلجيكية حتى بدنيا أقوى، عندهم لوكاكو فهمت اللي هو كيفن دي بروين، عندهم لوكاكو يعني سجل طبعا، عندهم أسماء كبيرة جدا بالطبع، يعني مقابلة البلجيكا بتكون أصعب. نحن يلزمنا منتخب كمنتخب تونسي يلزمنا تكون يعني اتفاقة صغيرة، لأنه الحقيقة لعبنا شوية ضد المنتخب الإنجليزي أظهرنا اللي
اللي ما فيش الخوف، لعبنا خرجنا بالكوره من العمق، من دفاع العمق، وخرجنا فيها للوسط، لكن ضيعنا. شفنا يعني الضغط الوحيده اللي المنتخب التونسي هو ما فيش شكون يسجل اهداف، ما فيش يعني التمريره الاخيره والفينش الاخرانيه كانت مش موجوده، مع وما خلقناش فرص يعني كبار على غرار التوزيع العرضيه اللي صارت في اللي دخلنا فيها البنالتي. بس ما شفتش يعني منتخب خطير تونسي في الهجوم. كابتن راضي، اكيد لازم اسال حضرتك على مواجهه مصر مع منتخب روسيا غدا ان شاء الله، يعني هل منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب روسيا صاحب الارض والجمهور، ولا عند حضرتك وجهه نظر؟ بطبيعة انا حسب رايي يعني المباراه اللي عداها المنتخب المصري، المباراه الاولى مباراه كانت مزيانه كما نقولوا في تونس، يعني المنتخب المصري قام بها، قام بكل شيء، ما كانش يعني عنده يعني الحظ يتعادل او يربح في المقابله هذيك. لكن بالنسبه لي فرص المنتخب الروسي ضد السعوديه ما كانش منتخب قوي، ممكن بالعكس المنتخب السعودي كان ضعيف. يعني 5 اهداف ما تعطيناش يعني فكره كبيره على المنتخب الروسي. نشوف المنتخب الروسي ضد مصر، لانه مصر اقوى، فيه يعني بالانس في المنتخب المصري، وان شاء الله ممكن محمد صلاح يرجع للمنتخب ويكون يعني ثقله كبير على الدفاع الروسي اللي هو كان نوعا ما يعني منهك ويعمل اغلاط. كابتن راضي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واكيد طبعا اتكلمنا على منتخب تونس، وان شاء الله تكون موجود معايا في اكثر من حلقه. طبعا كابتن راضي الجعيدي يعني للي مش عارف، كابتن راضي الجعيدي ده واحد من نجوم تونس، واحد لاعب في الدوري الانجليزي في بولتون.